معانا خبر عن النوم. عدم النوم الجيد بالليل ده طبعا يا جماعة مشكلة منتشرة، وكلنا بيحصل لنا كده في فترات مختلفة، وساعات كتير بنعاني من الأرق أو أننا مش بناخد كفايتنا من النوم، ونفضل طول النهار في حالة كده من التعب والزهق. طب نعمل ايه ونحل المشكلة دي ازاي؟ ده اللي جاوب عليه موقع فاستاند اب، وقال ان الاكل بالليل ليه تأثير كبير الحقيقة على النوم العميق، وان تناول طعام مناسب وصحي وعلى فترات محددة هيساعدك على النوم بشكل كويس، وانك كمان تاخد راحتك تماما وتصحى فايق وتكمل يومك بنشاط. الموقع قال على انواع اكل كتير هتساعدك في الراحة والنوم الكويس، وكان اهمها الفراخ لانها بتوفر للجسم البروتين اللازم، وكمان الفراخ غنية بهرمونات هرمون النوم. ومن الاكلات التانية المهمه كمان الرز الابيض، لانه من افضل الاكلات اللي تخليك تنام بالليل، لانه بيزود مستويات السكر في الدم، وده بيحسسك بالنوم او انت عايز تنام او نعسان. خلونا نعرف اكتر عن الاكلات اللي لو اكلناها قبل ما ننام هننام كويس، من دكتور ريهام صفوت استشاري التغذيه العلاجيه. صباح الورد على حضرتك يا دكتور. صباح الورد عليك، واخباركم ايه؟ اهلا بحضرتك. خلينا في البدايه نعرف من حضرتك كده ايه الاكلات اللي لازم نهتم بيها علشان ننام كويس ما نقلقش كتير. طيب خلينا نقول العكس الاول، ان احنا نخلي بالنا الاول من اي اكل فيه دهون عاليه او بروتينات عاليه او الياف غير سهله الهضم قبل النوم، ده اكيد هياثر على النوم الجيد او النوم العميق. مش بس احنا عايزين عدد ساعات نوم، احنا عايزين كمان ندخل في مراحل النوم العميق. عشان كده الاكل بيفرق جدا، والثلاث ساعات اللي قبل النوم بيفرقوا جدا. تعالي نتكلم على انتوا قلتوا على الفراخ. الفراخ طبعا من الحاجات اللي موجودة في القائمة بتاعتنا، لانه الفراخ بتحتوي على مادة او الحمض الاميني اللي هو التريبتوفان، اللي بيتحول لميلاتونين، وده بيساعدنا على النوم الجيد والعميق. لكن كمان احنا عندنا حاجات شهيرة وابسط من كده للناس اللي هي مش عايزة تاكل بكميات كبيرة او مش عايزة تاكل حاجات فيها طبخ او كده بالليل. الموز مثلا، الموز من الحاجات اللي فيها بوتاسيوم والمغنيسيوم، وطبعا ده مهم جدا عشان جهازنا العصبي، وده بيساعد على الارتخاء. كمان في الياف، فلو حد حاسس بشوية جوع، لانه في ناس ما بتعرفش تنام وهي جعانة، لو عاملة دايت حتى هتلاقي انه الالياف اللي موجوده فيه ده بيساعد على انه يحصل شبع ويحصل ارتخاء للجهاز العصبي، وبالتالي النوم الجيد. عظيم جدا. طيب دكتور، دايما يعني يقولوا ايه؟ اشرب كاموميل بالليل قبل ما تنام بيهدي او ينسون. هل في فعلا مشروبات بتساعد على الاسترخاء والنوم يعني بعمق او براحه زي ما حضرتك بتقولي كده؟ مشروبات دي فعلا يعني ليها تاثير؟ البابونينج، الكاموميل، اللبن الدافي، كوبايه اللبن الدافي دي برضو من الحاجات اللي ممكن تساعد على الاسترخاء وتساعدك على النوم الجيد بالليل. عارفة ايه كمان؟ اللوز. اللوز من الحاجات الحلوة جدا صحيح. وعين الجمل طبعا. اللوز تحديدا ولا المكسرات بصفة عامة؟ لا، اللوز تحديدا اكتر حاجة، وعين الجمل برضو فيهم مغنيسيوم وفيهم فيتامين بي، وده مهم برضو جدا علشان التوتر والقلق، وبيساعد كمان على حالة الهدوء والاسترخاء. طب يا دكتور، احنا عارفين ان بشكل عام المشروبات اللي فيها كافيين هي اللي بتخلي الواحد ما ينامش بسهولة او يسهر او يبقى عنده ارق او كده، ايه الاكلات اللي ممكن تخلي الواحد يفضل صاحي يعني؟ طبعا الاكل اللي فيه دهون عالية، يعني احنا لما هاكل وجبة تقيلة بالليل، يعني وجبة مثلا ممكن اخد حاجة زي الحاجات المحمرة، حاجات مقلية، في ناس قبل ما تنام تروح عاملة مثلا طبق بطاطس محمرة، فراخ محمرة، بيتزا مثلا، بيتزا فيها جبنة كتير، الكلام ده كله ده هيخلي الجهاز الهضمي في حالة يقظة. يعني انا الجهاز الهضمي بتاعي في حالة يقظة مش قادر يهضم الاكل اللي هو كانه لفتره طويله، وبالتالي اكيد اكيد هيحصل ارق طول الليل. وكمان الحلويات على ما اعتقد علشان بتدي انرجي. طبعا احنا كل ما هناخد سكريات بسيطه، السكريات البسيطه دي بتتسبب برضو في ارتفاع مستوى سكر الدم، ثم ارتفاع مستوى الانسولين، لكن بعد شويه هيهبط مستوى الانسولين مره واحده، ده هيخلي ممكن احساس بالارق واحساس بالدوخه والتعب. وفي ناس بتوصل معاها ان هي يحصل اطرافها بتبقى ساقعه شويه، يحصل هبوط، ف
في الدوره الدمويه، فده برضو مش هيساعد على النوم الجيد. صحيح. طيب دكتور، يعني احنا بنقول لو الناس هتاخد بنصيحه انه في اكلات معينه اللي احنا اتكلمنا عنها دي بتخلي الواحد ينام بعمق وبراحه وعدد ساعات كويس من النوم، طيب ازاي بقى يتفادوا التخن؟ يعني ما هم هيناموا هياكلوا ويناموا هيتخنوا، ففي ناس طبعا هتقول لا انا ايه مش مشكله انام، المهم ما تخنش، فازاي يتفادوا حته ان هم مش يزيدوا او وزنهم يزيد من الاكل اللي هيتاكل قبل النوم او يتاكل قبل قد ايه؟ احنا لسه قايلين انه الجوع من الاسباب اللي هتخلي الناس ما تنامش طبعًا من جيد. طبعا وبالتالي احنا لازم نكون واكلين اكل مظبوط، لكن الاختيارات الصحيحه هي اللي مش هتخلينا نتخن. وبالتالي احنا لو خدنا مثلا شريحه فراخ، لو في الشتاء احنا ممكن ناخدها مع شوربه خضار بدون دهون خالص، او ممكن ناخدها مع زي التشيكن سيزر سالاد مثلا، زي ممكن ناخد معاها خس، وممكن مثلا نحط معاها ربع رغيف مثلا بلدي. ده انا كده هبقى اخدت نشويات معقده، هبقى اخدت بروتين اللي فيه تريبتوفان اللي هيديني الميلاتونين اللي هيساعدني على النوم، وهبقى اخدت كمان خضار رطب برضو، ده هيساعد على ان انا يديني ميه لجسمي ويديني برضو بوتاسيوم ومغنيسيوم، وده هيساعد على الارتخاء. طيب ممكن اخد طبق بديله نشويات معقده فيها حبوب قمح كامله، فيها كوبايه الحليب الدافيه اللي انا محتاجاها عشان انام، ممكن احط معاها كمان معلقه عسل، لان العسل من الحاجات اللي هتساعد على الارتخاء. لو عندي المقدره ان انا احط معاها مثلا 8 لوزات متقطعين ممكن، او ممكن احط معاها فول سوداني، ده هيساعدني برضو على الاسترخاء والنوم. ممكن برضو اخد مثلا طبق السلطه واحط معاه شويه ورقيات زي الجرجير وال او ممكن المكسرات كمان مع السلطه. طب بالظبط، او ممكن المكسرات مع السلطه، ده برضو هيساعدني على النوم الجيد. ممكن اخد شويه فراوله مثلا مع الزبادي، برضو دي هتبقى وجبه لطيفه خصوصا للاطفال، او اضربها بالخلاط مع اللبن واديها لهم ياخدوها قبل النوم، او موز باللبن. عظيم جدا، احنا بنشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا دكتور ايهام صفوت استشاري تغذيه العلاجيه، يعني استفدنا جدا من الدكتور، وحاسه ان انا معلومات مهمه جدا، حاسه ان انا جوعت كده من كتر الكلام.